مش هنعرف نعمل ايه، هنجيبه جاهز. هو انت فاكر ان احنا هنشتري من السوق كده؟ بس يا حيوان والله العظيم حيوان. صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. لو انت اول مره تشوفنا، انزل اشترك في القناه، فعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديو احنا بننزله. في الفتره الجايه محتاج منكم ان انتم تفعلوا الجرس عشان نقدم لكم فيديوهات كتير فيها تمثيل انا واسراء وفريده ونمر وايه وكلنا. بصوا بقى فكره فيديو النهارده عباره عن ايه. انا حضرت الايربودز بتاعتي، تمام؟ نمر للاسف نايم، كنت هعمله هو وايه بس نايم، فهستغل الفرصه ان انت نايم يا نمور يلا، وراح اعمل ايه؟ مقلب السماعة. اكيد وصل لكم انا هعمل ايه دلوقتي. هنقعد مع آية واسراء، والمفروض واحنا قاعدين هيتفاجئوا مني برد فعل غريب. هبدأ دلوقتي حالا احط كاميرتي، وبعدها ينزلوا ونشوف نقدر نعمل فيهم ايه. كده الكاميرا مظبوطة، وفريد طبعا مشتركة معايا في المقلب، فهتبقى معايا ايه بتشجعني من وقت للتاني تخش تقول كلمة من وقت للتاني. لا نموري نايم. نموري انت وآية انت آية هي النهاردة اللي هتتظبط النهاردة. دلوقتي المفروض ان إسراء وآية لسه صحيين من النوم، هينزلوا دلوقتي يقعدوا معانا، وهم قاعدين هنبدأ نعمل الخطة 5262. اعمل لايك بسرعة واشترك في القناة، ويلا نقعد عشان ننتظر. عملت لهم القعدة الحلوة، والمفروض ان القعدة دي يطلع من وراها قعدة. تمام. انا شبه احمد السقا في فيلم مش فاكر اسمه ايه، اللي فاكر اسمه اكتب لي في الكومنتات. تاني حاجه ما تنساش، من النهارده اكتر حد هيعمل كومنتات ليه عندي هديه حلوه قوي. تاني حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، حابين السكتشات ولا حابين اكملكم في النظام المقلب والتحديات؟ عايز اقول لك على حاجه، انت النهارده هتبقي ضحيه، ضحيه انت ومامتك، فاستحملي يا موسى يا كميله. بقول لك ايه، حرام ان انا اعمل فيك انت مقلب، خش انت جوه. مفيش ناموس والله، انا جاي اصلا هو مفيش اي حاجه في المكان هنا اصلا. يا فوف خش اقعد عشان هم يقعدوا. بالله عليك احنا بننام؟ ده سؤال. ايه بالله؟ انت حاجه فيك انت ما نمتيش؟ ما بنامش والله العظيم. والله انا ما بنام ولا اللي بنام ولا اسو ولا اللي بنام. هقول ولا اسو ايه؟ حاسه ان احنا عمالين نشرب مكيفات. بس انا عايز اقولك كلنا بتقولك لا يا لا، هو مش قاعد مامتها بتقول اقعدي جنبي؟ ده بص يا ناوي، شفت الراجل ده؟ ده بيت شاي في المكان ده. تعالي 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 خدي عصير. تعالي يعني هي بص ما نزلتش. تعالي اشرب عصير. شيلها يا اوف، هاتيها هاتيها يا اوف هاتيها يا اوف. اكرم النهارده مش هاكل الاكل اللي جوه خالص. لا بجد تعبنا قوي امبارح من الستريس والكلام ده. تاكلوا مشويات؟ امبارح بس بقالنا يومين. سمك؟ مش هنلاقي سمك. احنا داخلين. لا احنا بقى لنا 3 ايام. احنا صح، مكان السمك بيقول لي مش هنلاقي. ايوه لازم ننزل الصبح بدري اسراء. ما ناكل اي حاجه الا احنا ممكن اصلا نجيبه سمك مشوي جاهز، واحنا مش هنعرف نعمل اصلا. عندنا مش هنعرف نعمل ايه، هنجيبه جاهز. هو انت احنا هنشتري من السوق كده؟ بس يا حيوان. والله العظيم حيوان. بس يا حمار انت كمان. على فكره هو من امبارح اصلا عمال يضايقني، وامبارح بالليل برضه بيهزر معايا بيقول لي انت مستفز. على مهزاه اصلا. على فكره احنا مش ناكل سمك وخلاص. على فكره احنا قاعدين معاك كده، احنا بنكلمك. ناكل سمك؟ انت ثواني، انت بتقولي مين يعني؟ انت بتشتمنا وبعدها تقول لنا تاكلوا سمك؟ ايه يا اكرام في ايه؟ لا ده بالجزمه اصلا. اجيب ميه واجي. على فكره تصدق ان انا غلطانه ان انا قاعده معاك انا وهي؟ ممكن يتعبوا، بس دماغهم تعبانه من الشتاء. على فكره انا بكلمك. فكك منه. ايوه هو نمر فين؟ نمر فوق. بس شبه شبهي؟ انا ناديت اكرم. هو انت سمعنا؟ عالم زباله اقسم بالله. في اكرم. بقول لك ايه؟ احنا ممكن نجيب سمك افضل، او مثلا نجيب كفته مشويه، ايه رايك؟ انت معلش بتشرب حاجه؟ لا بكلم بجد والله. يعني احنا عارفين ان انت بتشربش حتى سجاير، بس ايه؟ هو ده كده قلة نوم ولا ايه بالظبط؟ لا على فكره هو ليه؟ تهزيق والله العظيم تهزيق. الفكره كلها كاني شايفهم اصلا. كل شويه اقول لك تقولي كبرت دماغك، كل ما اقول لك على فكره تقولي كبرت دماغك. انا عايزه افهم دلوقتي هو انت بتكلم مين عشان انا ابقى فاهمه. بس بالله اللي هيتكلم ياخد بالجزمه. انت كده عايزني؟ مين اللي ياخد الجزمه؟ هو احنا هي وجوزها.
مين اللي هياخد ضيفك؟ هتاكل سوا هتاكل ايش ان احنا نطلب؟ طب انا اديلك نمر يعني يرد عليك. نمر يرد علينا؟ اه لا ما انا ممكن اطلع له عادي. ايه المشكله يعني؟ اكرم هو انت عمال تقول كلام انت ممكن يعني عمال تقول لكم سوا وبعد كده تشتمني. بس يا كلاب بس يا كلاب. ما تردش عليه والله ما تردش ده ما هو فواتح. انا والله يعني ثانيه كمان وهسيبك واطلع والله العظيم. طب مهما كان فواتح يا اكرام النهارده زي امبارح كده ما قعدت اتفضل هزار يعني ما عجبنيش خالص وسبتك واتلم. فوالله العظيم هطلع دلوقتي وهقعد معاك. بطل الهزار اللي انت بتهزره ده. بقول لكم ايه؟ نخرج النهارده فريده فاكره المكان اللي رحناه امبارح بتاع محل بتاع السمك؟ ممكن نروح. ماشي؟ يعني كلمة سمك بتعمل لك حاجة في دماغك يعني بتبوظها بتضرب السلوك بتعمل حاجة؟ وانت مالك أصلا؟ يا ستي وانت عمالة تقولي لي اسكتي 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 يا ستي وانت مالك وانت مالك؟ هما شبه بعض أصلا والله شبه بعض. امسكي يا بنتي دخلي جوه. حتى لو شبه بعض شبه بعض حلوين يعني. جوازي وزفتي ايه على دماغك؟ عمالين ياكلوا كده مش عايزين اكل ايه وزفت ايه. والله العظيم متخلفين جوز متخلفين اقسم بالله. والله العظيم ما هنقعد معاك عشان انت بتقول متخلفين كويس. كبري لا ما تقوليش كبري بطلي ايه ما تقوليش كبري ايه ايه حلفت بالعظيم هقعد. هتقعدي ولا هتقومي؟ عشان بس اقعدي كبري. انا لازم اضربك بالله العظيم بالجزمه. مين اللي بالجزمه؟ اطلبي اسمه ده اكرم. هو انت مدرك اللي انت بتعمله؟ انت مدرك انت عمال تشتمنا ومهزلنا من الصبح ولا جايب لكم سمك؟ وهو ده اللي عندي اصلا. طيب اللي عندي خلاص ماشي ماشي يا حبيبي اكلمك. ماشي يا حبيبي ربنا يهديك يا اكرم. ثانيه واحده ماشي. والله العظيم نفض بقى. لا ام ولا اب ولا جواز ولا ما جوزهاش. هم اصلا ما يستاهلوش فاهم؟ وزي ما قلت لك اقسم بالله انا قاعد مع اخواتي اصلا قاعد هنا مع مراتي و ما رجعتش لسه والله. خلاص ماشي. لا والله العظيم بالجزمه حد فيهم يتكلم. انا زي ما قلت لك اتعامل معاهم كده. هم اصلا ما يستاهلوش وعالم بيئه فاهم؟ فرح دماغك. مين اللي بيئه يا اكرم؟ اكرم انت لو بتهزر فهمني دلوقتي عشان انا اقسمت بالعظيم هقعد معاك. هو في ايه؟ مالكوا في ايه؟ افتكرنا كل الشتيمه دي لينا فمظلومين. شتيمه في جندو؟ اه دي جندو؟ اه هو انت بتتكلم في حول الله يا رب. انا بكلم في التليفون. انت قاعد معانا؟ ايوه بنتي بكلم عفا محمود ياسين اللي شغال معايا في الشركه. مراته لسه مطلق وعنده مشاكل وبنته نفس القصه وحماه وحماته وخارجين الدنيا. بس انت قاعد معانا قول لنا انت بتتكلم في التليفون. انا ما خدش بالي مش مركز معاكم اصلا. لما تتكلم كلمه وتشتم تتكلم كلمه وتشتم تتكلم كلمه وتشتم. ضحكوا عليا والله. انا ما خدش بالي يا جماعه عشان انا غلطت جامد. لا خلاص. ايوه انت عملت شويه من الزيت يا بنتي خلاص. لا ده عندي يا بنتي مش انتوا ده انا اقدر حتى ابص لكم بعيني. مش احنا اقسم بالله ما اقدرش. انا بس قلت اعمل فيكم انا لا والله. بص انا عايز اقول لك على حاجه. انت ازاي تتوقعي وتتخيلي ان انا هقعد معاكي لاول مره بستغل ان انت هنا بقى لنا ثلاث ايام مش عارف استفرد بيكم فما صدقت ان النمر نام لان النمر لو كان صاحي كان كسرني. الله يحمد ربنا. انت عارف لو المقلب ده في النمر كان زمانكم انتوا اللي اصلا ما تنفذتش. هي عماله تقولي كبار دماغي. لا انا قلت والله دماغي. والله انا قلت لان اكرامي بينامش تقريبا فانا قلت قله النوم بوظت دماغه يعني لاني عمري ما سمعت حتى منه لفظ. قله النوم هقدر ابص لكم. ربنا يسهل. ادم اطمايا والله العظيم. والله العظيم انا عصبتني. انت بتاخدي موضوع اعصابك ليه؟ عشان عمالي حيوانه ويا جزمه ويا انت ايه اللي انت بتعمله ده يا بنتي؟ مقلب جامد قوي ده. بصوا يا جماعه امبارح برضو كنا قاعدين مع بعض فهو غمز لهم وقعد يستفز فيا وخلاني طلعت وسبتهم. فاللي هو بيكمل المسيره النهارده بس بقى قدامكم. بقول لك ايه بالله عليك اوعي تقولي للنمر عشان النمر لو عرف هيكسرني. لا وبفكر اعمله فيه. تعالوا نعمله فيه. طب والله ما بهرج. بس هقول لك حاجه هتتكسر يا اكرام. هتكسروا بعض والله. هقول لك حاجه هنعمله بس عندك انت اللي تعمليه بالاتفاق معايا انا واسراء في النمر. تخيل لما تعملي ده قدام النمر في يعني تعملي ده في النمر قدام انا واسراء. يا نهار ازرق جامد والله انا بهرج. حلو لو عجبهم الفيديو ده ووصلوه ل 50,000 لايك هننزل التاني. اه طبعا اكتبوا لنا في الكومنتات عجبكم ولا لا. النمر ممكن يعمل ايه؟
لا النمر، النمر ده عشان قلت له ان انا علقت الحجاب كان بعد الشر عليه يعني، كان هيموت اكرم والله وزقه زقه وحشه قوي. فلا كم من عشرة؟ بص احنا دلوقتي نستغل نصور الفيديو لان ده وصل 50,000 لايك ننزله، ما وصلش مش هننزله يا جماعه. موافق، اقسم بالله موافق. اسراء يلا يلا. طيب نتخيل مع بعض كده لو ايه والنمر الملب ده هم عملوه وايه عملته في النمر، ايه اللي ممكن يحصل؟ انا اللي هتضرب على فكره، انا كده انا تلحقوني. ده دشدش الفله على دماغنا. اقول لك حاجه، طب ربنا تحمست جدا، الملب ده هنعمله عند ايه والنمر بالاتفاق معانا احنا الثلاثه. يا نموري لما تشوف الفيديو ده اعرف ان مراتك خانتك النهارده لاول مره، واستنى عشان اللي جاي نحضر نفسنا. انا حاسس ان بعد كده نقطع بعض. ايه يوصل ل 50,000 لايك النهارده؟ النهارده اللي يشوفهم اللي يشوفهم من دقيقتين ما يشوفهمش دلوقتي. يا لهوي على الحق، غدارين، تعالوا معايا سلام.